وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف السيد الأستاذ كمال حسنين رئيس حزب الريادة. أستاذ كمال، أهلا بحضرتك، منورنا يا فندم. تحياتي لحضرتك أستاذ ياسر، وتحياتي للسادة المشاهدين يا فندم. طبعا يعني نتابع يعني أبرز مخرجات الحوار الوطني التي تم رفعها للقيادة السياسية، يعني رؤية حضرتك لهذا أستاذ كمال، تفضل. والله منذ طبعا من البداية لما الدعوة للحوار كان الرئيس ادى رسالة قال مخرجات الحوار، لما الناس كانت بتسأل مين الضامن، فأنا يمكن سألت قبل كده قلت هو في أكتر من الضامن، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال المخرجات أنا اللي هاخدها، هترفعها ليا أنا، وأنا اللي محتاجة قرارات تنفيذية هنفذها، واللي محتاجة تشريعات أحولها للمجلس النيابي. نعم. إحنا كنا من البداية، وفعلا صدق فوعد. الحوار الوطني أولا على مدى يمكن حوالي 6 أسابيع اللي هو انعقد خلالها وتوقف فترة من الفترات، أولا كل المشاركين في الحوار كانوا وطنيين مخلصين يمثلوا كل القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة. يعني أنا كنت بعتبر أن الحوار الوطني كان جمعية عمومية للشعب المصري عشان يحط رؤية مستقبلية في المجال السياسي أو المجتمعي أو الاقتصادي للدولة المصرية الجديدة التي بينشدها الرئيس عبد الفتاح السيسي. يمكن أنا كسياسي قديم كنت متوقع أن تبقى فيه سخونة في الحوار، لكن وجدت أن الجميع في محاورة، أولا ما كانش فيه خطوط حمراء، الجميع يدرك تماما أن ما يطرحه سوف يصل، سوف يتحقق، وبناء عليه أنا وجدت أن الحوار كل اللي كانوا بيشاركوا فيه سواء بتختلف الأيديولوجية بتختلف الرأي، لكن في الآخر اتفقوا جميعا أن لازم يبقى فيه مخرجات، لازم يبقى فيه عشان للدولة المصرية الجديدة، عشان الحياة السياسية الجديدة. لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي لما نزل الحوار كان بيقول حوار للأحزاب السياسية والقوى المدنية، لكن بعد كده بقى فيه مجتمعي وفي الاقتصادي. فأنا بس كل يعني كنت بجد وشاركت في معظم جلسات الحوار، كنت بجد فعلا أن المشاركين على قدر المسؤولية، إذا اختلفوا الخلاف، ودايما الاختلاف سمة من أسمات بتبقى يعني أنا بعتبرها ظاهرة إيجابية لما يبقى في خلاف برأي أو حاجة، لكن في الآخر اتفقوا معظم المقترحات اللي خرجت من 13 لجنة اللي عقدت على مدى الأسابيع الماضية بالكامل، اللي تم فيها الحوار في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، كان الغالبية عليها توافق، وحتى جزء منها وكما كان معلن من البداية من خلال مجلس أمناء الحوار، قالوا الحاجات اللي ما عليهاش توافق احنا هنرفع الرؤيتين لفوق، والقيادة السياسية هتجد هي اللي تفصل بين الطرفين. فأنا أولا بشكر مجلس أمناء الحوار ولجان الحوار واللي تم الاستعانة بهم عشان يصيغوا ما تم الاتفاق عليه خلال الأسابيع الماضية على مدى الأسبوعين الماضيين في الأكاديمية الوطنية بالشيخ زايد، بيجلسوا بالساعات عشان يصيغوا ما تم الاتفاق عليه ويحولوه إلى رؤى أو إلى مخرجات تم رفعها بالأمس للرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي هو على وجه السرعة نزل على صفحته الشخصية وقال ليهم إن أنا أولا شكر القائمين اللي هي اللجان الصياغة اللي صاغت القرار، وجه لها الشكر، وجه الشكر للمجلس للناس اللي تعبت عشان تصيغ هذه المخرجات، وقال لهم ان اللي محتاجة مقترحات سواء تشريعية او اجراءات تنفيذية كل دي هيتم من المحاور الثلاثة سواء السياسية او الاجتماعية او الاقتصادية، تم تحويلها للجهات المختصة سواء مجلس النواب او للجهات اللي هي هتحقق تنفيذها من خلال استاذ رئيس الجمهورية. نعم، سريعا أستاذ كمال، يعني نظرا لضيق الوقت، كيف قيمت الأحزاب المصرية تجربة الحوار الوطني؟ أعتقد أن كل الأحزاب السياسية المصرية متفقة أن الحوار الوطني أعاد قبلة الحياة، يعني كان قبلة الحياة للأحزاب السياسية المصرية، لأن لم يحدث أن تجتمع كل الأحزاب السياسية المصرية وجهت لها الدعوة، شاركت في الحوار بكل شفافية رؤاها، يعني كان معظم يعني ما جاي اتكلم على قانون المحليات، الغالبية الأحزاب السياسية كانت بتطالب 75% قائمة و 25% اللي هو القائمة النسبية المنقوصة، وفعلا تم الأخذ بيها. أشياء كثيرة من المخرجات أنا سمعتها من أحزاب أصدقائي رؤساء أحزاب إنهم طرحوها وجدتها من ضمن المخرجات. فأنا بعتبر إن فعلا بعهد الرئيس السيسي دعوته أولا للأحزاب السياسية، نعم، ومشاركتها في الحوار هي أعطت القبلة للأحزاب السياسية المصرية إنها تبدأ ترجع للساحة وتبدأ تفعل دورها، وكان لها دور كبير
في 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 محاور وفي لجان وفي موضوعات اللي هي تمت على مدى الست اسابيع الماضيه في 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 قاعة المؤتمرات بمدينه نصر. شكرا جزيلا لحضرتك السيد الاستاذ كمال حسنين رئيس حزب الرياده، متحدثا هاتفيا لإكسترا نيوز.